بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك جانب مهم من جوانب الدين وأصل من أصول الدين، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الجانب العظيم الذي أمر الله به، حث عليه في كثير من الآيات، وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحث عليه في كثير من الأحاديث الصحيحة لأهميته وحاجة الناس إليه، لأنه من سبل الإصلاح للمجتمع والإصلاح للأرض وأهلها. قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. في حين أنه ذكر قبل هذه الآية أن المنافقين والمنافقات على العكس، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يعني عن الصدقات وأداء الزكاة والإنفاق في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له جانب عظيم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به كثيرا من الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم، لأنه يوجد في المسلمين مخالفات، يوجد فيهم عصاة، ويوجد فيهم أهل كسل عن الطاعة، تخلف عن الجمعة والجماعة وغير ذلك من المخالفات، فيحتاجون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمراد بالمعروف كل ما أمر الله به من الطاعات والخيرات، سمي معروفا لأنه تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة. والمراد بالمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله من المعاصي والمخالفات، سمي منكرا لأنه تنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة. فلا صلاح للمجتمع إلا بقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك كانت هذه البلاد ولا تزال ولله الحمد مهتمة بهذا الجانب. من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، فقد أسس رئاسة مستقلة تتولى القيام بالأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر. وهذه الرئاسة ينبثق منها فروع في المملكة ولها أعضاء من أهل الخير وأهل الحسبة في كل بلد، ولله الحمد من هذه البلاد السعودية. ولا يزال ولاة الأمور حفظهم الله يولون اهتمامهم لهذا الجانب وهذا المرفق لعلمهم بفائدته، لأنه يتعاون مع رجال الأمن في حفظ الأمن، فرجال الأمن يقومون بالنواحي الأمنية وضبط الجرائم، ورجال الحسبة يقومون أيضا بالأمن الفكري والأمن الديني، فيقومون على من يخل بالأمن في أمن المجتمع، لأن أمن المجتمع يتركز على الدين وعلى القيام بالدين، فهو الأمن الصحيح، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فرجال الحسبة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر مع رجال الأمن من الجنود يتعاونون فيما بينهم على حفظ المجتمع، ويقومون بمهمات عظيمة، يسهرون والناس نائمون، ينتبهون والناس غافلون، فهم حماية للمجتمع وصمام أمان. إذا جاءت العقوبات والنوازل فإنه لا ينجو منها إلا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى عن بني إسرائيل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال تعالى لما ذكر في سورة هود هلاك الأمم، قال في ختامها: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم تبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فلا ينجو عند النوازل والعقوبات إلا الذين يقومون بالأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. يهاجم بعض السفهاء وبعض قليلي الإيمان، يهاجم هذا الجهاز والقائمين عليه ويتنقصهم ويتلمس الزلات والعثرات لهم، لأنهم لا يعرفون قيمة هذا الجانب ولا يقدرون جهوده. فعليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل، وأن يتعاونوا مع هذا الجهاز بدل أن يحطوا من قدره ويهونوا من شأنه. عليهم أن يتعاونوا معه لأنه لصالحهم وصالح بلادهم. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.